راديو نيل. الكاتب الصحفي الكبير طبعا واللي كاتب مقال رائع باسم الرئيس النهاردة الأستاذ كرم جبر. مساء الخير يا أستاذ كرم. مساء الخير يا أستاذ الشفكي، ومساء الخير زميلي الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك. زميلك دي شرف صديقك يا أستاذ كرم، وابنك وشرف شرف، ربنا يخليك. هو أستاذ كرم دايما كل التواضع أصلا يعني أستاذنا. أستاذنا أولا أنا سعيدة جدا بالاجتماع اللي تم ده، وكان فيه كمان الهيئة الوطنية للإعلام أستاذ حسين زين والمجموعة الصحفية أستاذ ناصر الشرباجي. بجد طلعتوا بمحاور علمية ومهنية واحترافية، يعني إزاي كانت الفكرة؟ هقول لحضرتك، هي الفكرة انطلقت من الشعار اللي محطوط اليومين دول، وهو شعار حقيقي، شعار الجمهورية الجديدة. ونحن نرى أن كل ما تم من إنجازات في السنوات الأخيرة، السنوات السبع الأخيرة، بيمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيوه. الجمهورية الجديدة مش في المشروعات والإنجازات فقط والكباري والطرق، ولكن أهم عناصرها بناء الإنسان المصري اللي يقدر يحمي ويصون الثروة القومية والإنجازات الكبيرة، لأن الإنسان هو اللي بيبني وبيعمر وبيصون بلاده وبيحميها. مظبوط. فلذلك هنا احنا بصين للمسألة، يعني ان بناء الإنسان المصري دي منظومة متكاملة من البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة والفنون والأداب والثقافات وكل ما يتلقاه الإنسان من معارف وخبرات. مظبوط. لأننا عايزين نوصل في النهاية إلى السمات الأصيلة للمواطن المصري اللي كان معروف عنه الطيبة والكبرياء والشموخ والتضحية من أجل بلده، الإنسان العظيم اللي كنا بنشوفه كل المجالات. لكن يعني من نوع من النقد الذاتي إن في السنوات الأخيرة يعني طرأ على هذه الشخصية بعض الأشياء اللي هي بعيدة عن جوهر الإنسان المصري. فلذلك احنا بنقول إنه التنمية الإنسانية في هذه الفترة عنصر مهم جدا جدا جنب التنمية الاقتصادية، وبنقول برضو ان التنمية الاقتصادية بتسير بمعدلات اسرع من التنمية الانسانية، وده مش عيب، عشان الانسان يقدر يبني نفسه ويعيش حياة كريمة فيها جودة الحياة، بيبدأ من نواحي الاقتصادية. مثلا من ضمن الاشياء اللي احنا متناولينها اصرار الرئيس او تكرار الرئيس على تجديد الخطاب الديني بغرض تصحيح المفاهيم الخاطئة اللي بتبتعد عن الإسلام، بتشوه معانه وبتسيء ليه. وطبعا تجديد الخطاب الديني الهدف منه نشر المبادئ السمحة والتعايش والوئام والمحبة والسلام وهكذا. إذن هي منظومة متكاملة ما بين المشروعات الاقتصادية الكثيرة اللي بتتم على أرض مصر، والجانب الآخر اللي هي بنقول على القوة الناعمة أو القوة الحمائية أو التنمية الإنسانية. هنا احنا بنقول ان الإنسان فعلا اللي بيتم يعني تأهيله إنسانيا كويس هو اللي يقدر يدافع عن بلده ويقدر يصونها ويقدر يحميها. الشباب اما بنؤهلهم لهذا الأمر قد يأتي يوم من الأيام نقول له اخلع في الملابس المدنية والبس الزي العسكري، لأن مطلوب منك أن تدافع عن وطنك. لن يستطيع أن يؤدي هذه المهمة بالكفاءة واقتدار إلا إذا كان في بناء قوي من الناحيتين، بلد بتشيع العدالة ما بين الناس وحاسين بأنهم بياخدوا حقوقهم، ثمار التنمية بتعود على أفراد الشعب ومش على فئة قليلة، وبالتالي بعمل ده في الجانب الآخر اللي هو التنمية الثقافية والتنمية الإنسانية. طبعا احنا شفنا انطلق من ده، شفنا على أرض الواقع أشياء كثيرة جدا زي القضاء على العشوائيات. نتذكر جميعا أن مشكلة العشوائيات كانت من ضمن الأساطير اللي احنا بنسمع عنها أو بنشوفها في أفلام نجيب محفوظ. فعلا أنا وافقك كلمة على كلمة أساطير، وكان الاقتراب منها اللي هو لا نبعد عنها أحسن، نبعد عنها أحسن، ما حدش بيقترب منها. فجيب طبعا كان من ضمن يمكن مش عارف يعني سماها فلسفة أو قانون، إن كل حي راقي زي الزمالك، المهندسين، المعادي، بروح حاطط جنبه أو أعمل حواليه حي عشوائي. حي عشوائي، فبالتالي هنا ده بيثير نوع من الأحقاد الاجتماعية، ناس ساكنة في فيلا القصور وناس ساكنة في شاشة. الفلسفة اللي بتتبعها الدولة المصرية، ودي الأول مرة بتحصل، إزالة العشوائيات وهذا الوجه القبيح اللي بيشوه وجه الحياة وبينتهك أدمية الإنسان،
وبناء المساكن اللي شفناها، روضة السيدة اللي ورا جامع السيدة زينب. احنا من سنوات كنا بنروح نزور هذا المكان، كان على منطقة تل العقارب. ايوه كان مستنقع، فبقت دلوقتي حاجات يعني مباني. غيط العنب في اسكندرية، غيط العنب في اسكندرية كان منطقة بتصدر المخدرات والجريمة للساحل الشمالي والاسكندرية، حاليا تحولت الى منتجع سياحي راقي جدا، في اقسام شرطة وفي ملاعب وفي يعني حاجة يليق بالانسان. وهكذا كل الأحياء في مصر تم إزالة هذا التشوه. التشوه ده مش تشوه بنائي، ولكن كان تشوه نفسي. الولد والبنت اللي بينموا في بيئة زي دي يعني بتعتاد القبح، بتعتاد الجريمة، بتعتاد الحقد، لأن حقد على بلده مش قادر يعيش. تبص حضرتك في بعض الشوارع كان الجار كأنه يعيش مع جاره، لأن الشارع مترين ثلاثة، فبينتاج حرمته، بينتاج خصوصيته، بينتاج آدميته، بتعمل مشاكل كتير كلنا شفناها على الساحة. بالضبط كده، والمشاكل الأخلاقية كثيرة. يعني احنا بنقول ان العشوائيات هي الصوبة اللي بتنمو فيها المشاكل الأخلاقية الكثيرة. طبعا انا بوفر، بعود العين هنا على منظر جمالي، بعود العين على ان يعني يشوف اماكن نظيفة، ملاعب، شارع مرصوفة. الانسان بيعتاد الصبح يصحى يلاقي الشمس والهواء كرامة. يا استاذ كرم، يعني كرامة. هي فكرة انه الانسان يعيش كريم، يعني مواطن كريم، فهي تبقى حقيقية. طيب انا برضو يعني سعيدة جدا بانه نحن نتعامل مع خطة لاحتفال مهم، وسبع سنوات مرت وكأنها يعني شكل جديد وميثاق ومراجعة واستحضار واستحضار لمواقف كتيرة مرت بها القيادة ومر بها الشعب، والكل نجح في الحقيقة. هل المحاور اللي حضراتكم يعني وضعتوها مع أستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية، ومع أستاذ عبد الصادق شرباجي أيضا للصحافة، حطتوها بشكل علشان يكون في تنفيذ، أو تبقى زي ما تقول إيه، ورقة يعني مساعدة للإعلاميين، سواء الأساتذة الكتاب الصحفيين أو الإعلاميين في كل المواقع أو على كل القنوات؟ هل هي يعني الناس بدأت تتفاعل معها؟ أنا شخصيا من أول ما قريتها تفاعلت معها جدا. يعني في تفاعل كبير، لان احنا حطينا حوالي 12 او 13 بند بيشملوا كل مناحي الحياه والتقدم، وفي مقارنه بسيطه. احنا بنطرح ثلاث اسئله: اين نحن الان؟ اين نريد ان نصل؟ كيف نصل الى هناك؟ وفي رؤيه على اللي كان سائد قبل كده، البلد اللي كانت بتعوم في بحور من الازمات وبتنام في ازمه وبتستيقظ على 10 ازمات. الحمد لله الصوره بقى الواقعيه اللي بيشوفها الناس بعينهم، لا احنا بلد عبرنا الأنفاق المظلمة كلها. وعلى فكرة من الناس بتشوف عينهم، ده بيخلق نوع من الثقة فيما تقوله الدولة. الأول ما كانش فيه ثقة ما بين الحكومات وما بين المواطنين، لأن الحكومات كانت تعد ولا تنفذ. دلوقتي الحكومات بتنفذ دون أن تعد، وبالعكس سرعة الإنجاز. احنا بنفاجأ بمشروعات يتم افتتاحها دون الإعلان عن حضرتك مسألة عن آلية التنفيذ. قلنا ان يعني ان الخطه اللي محطوطه دي مش يعني دي خطه استرشاديه مساعده مننا لمن يشاء ان يستعين بها او لا يستعين، هو حر. لكن احنا بنفتح افاق المناقشه، فدي ليست خطه اجباريه ولكن خطه، ولكنها تنظيميه وفيها كمان يعني علم، عشان برضو خلينا نتفق انه الناس لما تطلع تتكلم ما يبقاش الكلام بالبركه، يعني الكلام بالعلم. هو 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 حال الدوله دلوقتي، دولتنا اتغيرت، فخلينا نتكلم بالعلم يعني والوثائق والمعلومات الصحيحه. يعني تمام، اي عمل مخطط بيكتب له النجاح. اي عمل عشوائي طبعا ممكن ينجح او ممكن يفشل، لكن الاعمال المخططه. فالخطه فيها محاور، احنا بنلقي الضوء، حاطين عناوين لكل ما تم انجازه في مصر في السنوات الاخيره. طبعا المهم قوي الحصول على مصادر معلومات عشان نغطي العناوين المطروحه. علي ان الجا الى مصادر معلومات موثوق بها، عشان ما تبقاش الحكايه ان الجا الى شائعات او ارقام متضاربه. والمعلومات دي الحمد لله متوفرة في أماكن كتيرة جدا، احنا ناشرين المصادر. يعني المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، لو فتح أي حد يدخل على هذا الموقع هيلاقي فيه معلومات عن كل المشروعات القومية الكبرى. صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في كل اللقاءات والبيانات والمعلومات الموثقة. مجلس الوزراء عنده مكتب إعلامي، وفي صفحة
للمستشار الإعلامي، وفي صفحة للمتحدث الإعلامي بتحتوي كل البيانات والأرقام. في طبعا الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وصفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إدارة الشؤون المعنوية، وبعدين يعني الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة أنباء الشرق الأوسط، مكتب النائب العام فيما يتعلق بالجرائم أو بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. يعني أنا عايز أقول إن إحنا الناس دلوقتي بتقول حرية تداول المعلومات، لا، المعلومات أصبحت موجودة ومتداولة ومن جهات متعددة ومعلومات موثقة، بس يعني ندور ونبحث عنها عشان نبني الكلام بتاعنا على أسس صحيحة. أستاذ كرم، الناس شايفة المشهد الإعلامي على وجهه التنظيمي في هذه اللحظة والمساهمة الفعالة للمجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي برئاسة سيادتك والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة السيد حسين زين والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصمد الشربجي. الناس بتشوف المشهد وبتقول استراتيجية إعلامية والعمل على قدم وساق. المشهد الإعلامي ده احنا وصلنا له بعد رحلة كفاح النهاردة حوالي 4 سنين 5 سنين منذ لحظة تشكيل الهيئات القديم. المشهد ساعتها كان تشوبه أزمات كثيرة وأزمات عنيفة حضرتك خطها، وحضرتك رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منتهى الشجاعة. المشهد ده برضو معقد، لازم نقول للناس البيت الإعلامي توضب إزاي علشان الناس تفهم إحنا كنا في الإعلام فين وبقينا فين، والعلاقة بيننا وبين بعض اتطورت إزاي، وزي ان في اساتذه وشيوخ لازم نحترمهم ولازم نجلهم ونكبرهم زي حضراتكم، وزي نسترشد بيهم لان انتم الاساس اللي احنا نقدر نبني عليه المستقبل. فكلام حضرتك في المساحه دي برضو ممكن يساعد كتير ويخلي المواطن يتفهم اعلامه بيعمل ايه النهارده. احنا عندنا الاعلام يعني بمشاربه المتعدده بيقوم بدور وطني وعلى اكمل وجه. وانا على فكره ضد الناس اللي ماسكه سياط او ماسكه كرابيج وبتجلد الاعلام وبتقول لك الاعلام لا يعبر عن الراي العام، ولا لا، ده كلام ليس معقولا وكلام مش صحيح. لاننا علينا نفرق ما بين حاجتين: الاعلام الرسمي او الاعلام المتزن اللي بيعتمد على المصادر وبيعتمد على المعلومات وبيعتمد على المهنيه والمصداقيه، وإعلام السوشيال ميديا اللي بينشر دون التأكد من صحة الأخبار، وبالتالي بتبص تلاقي الأخبار في معظمها أخبار غير صحيحة أو كاذبة. لكن على أي الأحوال لازم برضو يعني يبقى في تعاون ما بين الاثنين، الإعلام الشعبي اللي ظهر ده والإعلام الرسمي، وأن يتحول الإعلام، مش الرسمي بقى، الإعلام التقليدي بتاعنا، أن يتحول يقود المسيرة، ما يبقاش هو اللي ماشي في آخر الصف. يعني يتحول، أنا أتمنى في يوم من الأيام أن السوشيال ميديا تنقل من هذا الإعلام صحيح. وهذا الإعلام لا ينقل منها. أعمل ده إزاي؟ الإعلام السوشيال ميديا في بعض الأشياء الضرورية زي السرعة، أن الخبر بيتنشر لحظة وقوع، أنه بيبقى في مساهمة كبيرة جدا من الرأي العام، بيبقى القارئ بيشتغل صحفي وإعلامي وبيكتب وبينقد، فالشريحة دي لازم من ألاقي لها برضو نافذة واسعة في الإعلام الرسمي. كان عندنا الأستاذ عبد الوهاب مطاوع في الأهرام عندكم طبعا، في ظل الأدوات الصغيرة اللي معمولة كان عامل بريد الأهرام، كان سوشيال ميديا، سوشيال ميديا في جانب بديعة على بديعة. طب ليه أنا ما اقتفيش أثر التجربة دي مع السكيل الواسع في المواقع والبوابات، وأعمل بوابة كاملة أسميها سوشيال ميديا وأتخاطب مع الرأي العام وحل مشاكله وأنا اللي أقود كإعلام تقليدي أو كإعلام؟ لا، هي فكرة يا أستاذ كرم نحن نصنع الخبر ولا نكون إحنا نتبع خبرا غير صحيح. صحيح صحيح. وبعدين الإعلام برضو الشعب بيعتمد على السرعة والرشاقة والكلمة، وأهم حاجة فيه أنه بيعبر عن رأي الناس. يعني أنا بعرف المؤشر الناس مهتمة بيه، وقد تكون قضايا يعني اعتبرها هامشيه او سنويه، لكن هي بتستحوذ على اهتمام الناس. طب ما انا ادخل اعالج بطرق رصينه وبطرق عاقله واتجه بيها للهدف الصحيح اللي فيه الوعي، ان بزود وعي الناس وبحافظ على اخلاق الاعلام كمان بدل اللغه المتدنيه اللي بنشوفها احيانا. فاذا هي العمليه عايزه بحث ودراسه، لكن في النهايه الاعلام بيقوم بدوره بمختلف وسائله،
وبيأدي دوره، لكن أنا مش عايز يعني إعلام مقلب أو له قالب واحد. أنا مش عارف الناس اللي بتنقد يقول لك أصل الإعلام ده ما بيأديش ومش بيعمل وإعلام نار، وللأسف الشديد للأسف الشديد إن النغمة دي بتطلع من بعض الإعلاميين. صحيح. ما لازم أنا أبص لظروف الإعلام وبدل ما أنقد نقد. هو بقى دورك ده يا أستاذ كرم يعني هو البعض دول يعني ده دور بقى إحنا محتاجين بجد. والله دورنا كلنا دول الواحد دول بقى جايبين لنا كلام كتير. وبعدين بدل ما انا امسك معاه والهدم، طب ما انا اقول فكره كده ونخلق الحوار. احنا محتاجين حوار ومحتاجين نسمع بعض، ومش محتاجين لا نكفر بعض ولا نكذب بعض. يعني ان شاء الله كلنا مع بعض كده نقدر. اكيد اكيد. استاذ كرم جبر الكاتب الصحفي الكبير ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بشكر حضرتك على كل المجهودات اللي بتقدمها وعلى لم الشمل الاعلامي اللي احنا عايشينه ده. بنشكر حضرتك. شكرا استاذ كرم. كل سنه كلنا طيبين. كل سنة وحضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. بحب الإذاعة مع شفقي المنيري من الثلاث للخميس من 6 ل 8 بالليل على نغم FM. بحب الإذاعة.